كان صلى الله عليه وسلم له قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال. قصعة يعني الصحن الماعون المنسف نقول عنه الذي يوضع فيه الطعام ويقدم للضيوف. قصعته صلى الله عليه وسلم كبيرة لشدة كرمه ويأكل الضيف. هذا ربما واحد يقول هذا إسراف، أو هل هذا إسراف أنك تضع للضيف أكثر مما يأكل؟ لا، هذا كرم لنفسك إسراف، لكن للقادم وأنت تقتدر على هذا، هذا كرم، هذا ليس بإسراف. نعم.